المدى والموائل. في البرية لا يلتقي الجاكوار والفهود أبدا لأنهم يسكنون قارات مختلفة تماما. الفهود موطنها الأصلي في إفريقيا وآسيا مثل سريلانكا وصولا إلى الهند والصين. تعيش الغالبية العظمى في شرق وجنوب إفريقيا، أما الجاكوار فيعيش فقط في أمريكا الجنوبية والوسطى، حيث تستقر معظم هذه الحيوانات في منطقة الأمازون. كلتا القطط هي صيادون متكيفون وقادرون على البقاء على قيد الحياة في العديد من الموائل المختلفة. حتى القرن 21 كان لكلتا القطتين نطاقات أكبر بكثير، حيث يعيش الجاكوار في الجبال والصحاري في جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، أما الفهود فكانت موجودة في أوروبا واليابان وغابات الثلج الروسية. النمور الإفريقية أو بما يعرف بالفهود هي في الغالب حيوانات سافانا تعيش في مناطق بها مزيج من الأراضي العشبية والأشجار، بينما يميل الجاكوار إلى الغابات المطيرة والعميقة. الاختلافات الجسدية: للجاكوار والفهد ارتفاعات متشابهة، حيث يبلغ ارتفاع الجاكوار بضعة سنتيمترات فقط عند الكتف، بالإضافة إلى كونها أكبر قليلا فإن الجاكوار هي قطة أثقل بكثير من الفهد، حيث يصل وزن الذكور إلى 120 كيلو جراما مقارنة بذكور الفهود البالغ وزنها 80 كيلو جراما. الجاكوار هي من أكبر القطط في المجموعة خلف النمور والأسود، بينما الفهود هي أصغر القطط الكبيرة في بيئتها. عادة ما تكون إناث الجاكوار أخف بنسبة 10% من الذكور، بينما الفهود يمكن أن تكون أخف وزن بنسبة 30% من الذكور. حجم وشكل الرأس: يختلف حجم وشكل الرأس بشكل واضح بين القطتين، مما يسمح لك بمعرفة الفرق من خلال العين مباشرة. الفهود لها رؤوس بزاوية صغيرة نسبيا وتتميز بعظام خد حادة وخطوط محددة بوضوح، بالمقارنة بالجاكوار فلديها رؤوس أكبر ووجوه أكثر استدارة مع آذان أقل بروزا. نظرا لأنواع الفرائس التي يصطادونها وطريقة المفضلة لكل منهما لقتل فرائسه، فإن الفهد لديه جبهة أوسع وفك أكبر. في الواقع تمنح عضلات الفك والأسنان الضخمة للجاكوار قوة عض رهيبة ومصنفة من أقوى العضات في عالم الحيوان، مما يسمح له باختراق قواقع السلاحف. شكل الجسم وطوله: شكل الجسم هو أحد الاختلافات الأكثر تحديدا بين الجاكوار والفهد. الجاكوار حيوانات ممتلئة الجسم ذات عضلة كتف عريضة وأجسام قصيرة ومضغوطة وبطن ممتلئة، أما الفهود لها أجسام أطول ورحيلة مع بنية أقل قليلا من الجاكوار. هذا الشكل النحيف مع ذيله الأطول يجعل الفهد حيوانا أكثر رشاقة وأفضل في التسلق وأكثر مهارة عند الجري بسرعة. طول الذيل: طول الذيل هو عامل مادي آخر يميز الفهود عن النمور. الفهود أكثر شجرية من النمور ولها ذيول طويلة للمساعدة في توازنها عندما تكون في الأشجار. تمتلك الجاكوار ذيولا أقصر بكثير لتلائم بنيتها الممتلئة. علامات الفرو: للوهلة الأولى لا يمكنك التمييز بين الفهد والجاكوار،
فقد نرى رسوما متشابهة عبر فروهم، مجموعات خشنة من الدوائر السوداء التي تشبه الورود مع مراكز سوداء على معطف بني أسمر. انظر عن كثب وستلاحظ أن هذه الدوائر مختلفة قليلا، فدوائر الفهد أصغر حجما وأقل تعقيدا، وهي شبه متلاصقة بشكل كبير. أما دوائر الجكور فهي أكبر، وفي وسط كل دائرة توجد بقع سوداء صغيرة. السباحة. كلا القطتين سباحان جيدان، لكن الفهود ليست مغرمة بالمياه وستتجنبها عندما يمكنها ذلك. من ناحية أخرى، فإن الجاكوار يجوب كثيرا في المياه وحولها، وتقوم بانتظام بصيد الكيمن والأناكوندا وحتى الغوص بحثا عن الأسماك الكبيرة. مهارات تسلق الأشجار. كلتا القطط قادرة على تسلق الأشجار، على الرغم من أن الجاكوار ليست رشيقة في الأشجار مثل الفهود. ترفع الفهود عموما فرائسهم إلى أعلى الشجرة للحفاظ على سلامتها من الحيوانات المفترسة الأكبر حجما مثل الأسد والضباع، كما أنهم يقضون وقتا في الاسترخاء والنوم على الأشجار. ويعتبر الجاكوار من الحيوانات المفترسة القوية في بيئتهم، وليس لديهم أي حاجة لإخفاء الفريسة أو البقاء بأمان من خلال تسلق الأشجار، لذلك يقضون معظم وقتهم على الأرض. التغذية. الفهود هي قطة ذات نظام غذائي أكثر تنوعا، وتأكل إلى حد كبير أي حيوان يصادفهم، من الظباء والغزلان إلى الطيور والسحالي وحتى الخنافس، وذلك على عكس الجاكوار فليس لديهم نظام غذائي واسع. يميل نظامهم الغذائي في الغالب على الزواحف مثل السلاحف والتماسيح والكيمن والثعابين. يمكنهم أيضا صيد الثدييات. ليوبارد ضد الجاكوار، أيهما سيفوز؟ الفهود والجاكوار من العدائين السريعين، ويمكنهم تسلق الأشجار والسباحة، لذلك يمكن أن نرى معركة في جميع التضاريس. الجاكوار أثقل وأقوى من الفهود. تتمتع الجاكوار أيضا بأقوى عضة من أي قطط كبيرة أخرى، فهي قادرة على سحق العظام بعضة واحدة فقط. من المحتمل أن تمنح هذه الحقائق الجاكوار ميزة في أي قتال بين المفترسين، مما يجعل الجاكوار هو